شباب ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا بصراحه مش عارف ابدا الحلقه بتاعتي دي ازاي النهارده، لانها هتكون حلقه خاصه شويه، هتكلم فيها عن السفر للبنات. وفي الحلقه دي هيكون معايا ضيفه يوتيوبر هستضيفها، وهي هتكلمكم اكتر بمعلومات اكتر عن السفر للبنات. يلا بينا. معاكم قادر عزت، وفي الفيديو ده هيكون معايا ضيفه يوتيوبر زي ما قلت لكم، هتكلمكم عن السفر للبنات وازاي تسافروا وازاي تلاقي الشغل وايه الحاجات اللي تخلي بالكم منها وايه الحاجات اللي ما تخلوش بالكم منها وتعملوا اول ما تيجوا وتسكنوا فين. بس طالما كده كده ربنا كتب ان انت تشوفني دلوقتي، يبقى حاول تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي تعليق او اي استفسار بخصوص الحلقه دي خاصه البنات اكتبي لي تحت في التعليقات او ابعتهم للضيفه اليوتيوبر اللي هتكون معايا دي. يلا نروح لها ونتعرف عليها دلوقتي. بقى معايا يوتيوبر محترمه جدا، فعملت لها دعوه وهي الحمد لله وافقت ان هي تيجي معايا في الفيديو ده، واللي عايز يتابعها هسيب لكم اللينك بتاع قناتها تحت في صندوق الوصف. فدلوقتي هي هتعرفكم بنفسها، هسيب لها الميكروفون والكاميرا والفيديو وكل حاجه ليها، واللي عايز يسالها عن اي حاجه ما تنسوش تروحوا قناتها اكتبوا لها في التعليقات تحت، او ممكن تكتب لي برده في التعليقات عندي. جاهزه؟ جاهزه. اليك الميكروفون. يلا استمتعوا بوقت. سلام يا شباب، اشوفكم بعدين، اشوفكم اخر الفيديو. سلام. طيب الاول قبل ما ابدا معاكم الفيديو وازاي نيجي نشتغل في دبي وكل شيء، هعرفكم الاول بنفسي. انا اسمي حنان، انا بشتغل في دبي كاستمر سيرفيس في شركه من شركات الاتصالات اللي موجوده في دبي، تقريبا بشتغل فيها بقالي 3 سنين وفي السنه الرابعه حاليا. انا جيت دبي في 2017 وما زلت بشتغل هنا، وان شاء الله في المستقبل هكون هنا برضو. بالنسبه للبنات الكتير اللي بتفكر تيجي تشتغل في دبي، سواء الاسباب يعني اجتماعيه او اقتصاديه او مثلا حابه تجرب بيئه شغل جديده، حابه اشارككم بس بعض الحاجات اللي ممكن تساعدكم اول ما تيجوا تشتغلوا في دبي. اول حاجه لازم احضر، يعني قبل ما اجي لازم يكون في عندي تحضير. ما ينفعش مثلا بس الم الشنطه بتاعتي وخلاص انا هروح دبي وخلاص انا هروح ان شاء الله وهلاقي شغل. لازم تعرفوا ان الاول لازم احضر مثلا، هل انا اعرف ناس ولا ما اعرفش؟ لو طبعا اعرف ناس الموضوع هيبقى اسهل شويه عليا، لان انا لما اعرف ناس هيساعدوني الاول مثلا اشتري خط ازاي، هعرف المواصلات ازاي، الشركات اللي هقدم فيها ازاي، الناس اللي هتساعدني احسن السي في بتاعي، فده هيسهل اكتر. لو الناس اللي جايه تشتغل في دبي وما تعرفش حد نهائيا زي حالتي انا لما جيت دبي ما كنتش اعرف حد خالص، فبدات الاول اول حاجه اسال، يعني اسال ايه احسن وقت ممكن اجي فيه ادور على شغل. طبعا يا جماعه الجو هنا حر، يعني احنا عندنا في مصر حر بس هنا حر اكتر يعني، فلازم اجي في ميعاد يكون فيه الجو كويس علشان يساعدني انزل انترفيو، يكون مثلا بكامل لياقتي ومش متبهدل في المواصلات وفي الحر وكده. يعني نبدا نقول مثلا الجو بيتحسن هنا من شهر اكتوبر ولحد شهر مارس، يعني مثلا من اكتوبر لمارس حوالي 6 شهور تقدر ان انت تيجي تدور فيها على شغل في دبي، ودي الفتره اللي بيحصل فيها يعني تجديد عقود وتغيير ناس والاعلان عن فرص شغل اكتر، يعني مع نهايه السنه وبدايه السنه الجديده. دي اول حاجه ان انا هاجي في ميعاد يكون مناسب ليا ان انا ادور على شغل. طيب خلاص انا حددت الميعاد وتمام، هل انا اعرف حد؟ لو ما اعرفش حد هبتدي اسال في الجروبس اللي فيها المصريين بيشتغلوا في دبي. يعني انا مثلا كنت بسال في جروب يلا نساعد المصريين في الامارات عن فرص الشغل، وبدات اتعرف على ناس ساعدتني شويه ان انا اعرف الصوره قبل ما اجي. بعد كده لما ابتدي اجي وخلاص حجزت التذكره بتاعتي وجاي، لازم ادور هسكن فين. يعني انت بالذات لو بنت السكن هيبقى مهم بالنسبه لك جدا جدا جدا. ليه؟ لان السكن لما بيكون هادي والناس اللي فيه ناس كويسه بيساعدك ان انت تركزي ان انت تدوري على شغل كويس، وبتتجنبي المشاكل التانية اللي بتكون في اي سكن تاني مش كويس. يعني مثلا لما اجي ادور على سكن
خصوصا الناس اللي جايه تدور على شغل في دبي. اول حاجه لازم يكون قريب من المترو، لان في قربه من المترو هو كده بيسهل عليا ان انا اتنقل يعني من مكان لمكان. لو انا رايح اعمل انترفيو او نازل لشركه معينه احط فيها السي في بتاعي، فلازم يكون السكن قريب من المترو. طيب في حاجة تانية، في ناس بتيجي فعايزة سكن رخيص وبتسكن في الأطراف، يعني أطراف دبي سكن فيها أرخص من أي مكان تاني، بس ده بتبقى يعني الفرق بينه وبين السكن في منطقة وسط دبي مثلا أو المنطقة القريبة من المترو بتدفع الفرق في المواصلات يعني. فأنا شايفة أن توفيرا للوقت وتوفيرا للمجهود ان انت تدور على مكان قريب من المترو، خصوصا منطقة قلب دبي يعني الديرة، الرقة، برج عمان، المناطق دي تبقى منطقة دبي القديمة بتقدر يعني تتحرك فيها، سواء يعني المناطق اللي انت هتدور فيها على شغل او لو حد طلبك لانترفيو بسرعة. وفي اماكن كتير في المنطقة دي ممكن تلاقي فيها فرص شغل. بالنسبة للبنات بس موضوع السكن كمان غير ان هو يكون قريب من المترو، دوري على سكن يكون الناس اللي معاكي فيه بيشتغلوا، يعني لان في ناس كتير بتيجي دبي عشان تشتغل وفي ناس كتير بتيجي دبي هي مش عارفة هي جاية تعمل ايه، ودول يعني لو قعدتي معاهم او تلميتي عليهم وقتك بيضيع وفلوسك بتضيع وبتلاقي نفسك خلاص يعني راجعة لان انت مش لاقية شغل وتعودتي ان انت تلعبي وتهزري وخلاص. لا، ادور على ناس بتشتغل لان الناس اللي بتشتغل ملتزمة، مثلا هصحى في ميعاد معين هنام في ميعاد معين، فالالتزام ده بالتالي بيتنقل ليك انت كمان، يعني بتلتزمي هتنامي في ميعاد معين، هتصحي في ميعاد معين، هتنزلي تدوري على شغل، هتدوري، هتبعتي سيفيهات، هتحضري الانترفيو سواء مثلا اونلاين او هتنزلي تعملي الانترفيو فيس تو فيس. يعني كمان الناس اللي بتشتغل بيكون لها علاقات، يعني في كونكشنز ممكن فيهم ناس تساعدك ان انت تلاقي شغل اسرع. فخلينا مع الناس اللي بتشتغل، خلينا نشتغل نسكن مع ناس شبهنا. يعني طبعا دي بتعرفي، يعني خلينا نقول لو انا جايه من مصر اول شهر او شهرين يعني كل اللي انا عايزه ان انا الاقي سكن. بعد كده لو الامور استقرت ويعني خلاص عرفنا البلد بندور على اماكن احنا قريبين فيها من ناس نعرفها. يعني مثلا بلاش اسكن في اماكن الناس فيها بتسهر طول الليل وبتنام طول النهار، لان ده هينعكس عليكي، وحتى انت لو مش ده اللايف ستايل بتاعك هتضطري انت تعملي كده لان مش هتعرفي تنامي بالليل. يعني زي ما قلنا هنسكن مع ناس بتشتغل، ناس اللايف ستايل بتاعها يشجع ان انت تدوري على شغل. وبس في حاجه بسيطه عايزه اقولها للبنات والناس اللي بتسمعنا، يعني في سمعه مش كويسه بتتكلم ان كل البنات اللي جايه دبي بنات لا جايه تلعب، جايه تعمل حاجات مش كويسه، جايه تهزر، جايه تدور على طرق يعني مش كويسه انها تجيب منها فلوس. خلينا نقول ان النوعيه دي موجوده، بس مؤخرا يعني في اخر 4-5 سنين يعني في بنات كتير بتيجي فعلا بتدور على شغل، عايزه تشتغل، عايزه تكسب خبره، بنات مكافحه بتشتغل علشان هي تحسن من مستواها المادي او من مستوى عيلتها. يعني مش كل الناس هنا جايه تلعب، في ناس هي جايه عايزه تحسن من مستواها سواء ماديا فكريا، عايزه تجرب مستوى حياه كويس، عايزه تجرب عيشه امان، يعني تقدر انها تنزل في اي وقت تجيب اي حاجه من السوبر ماركت ما فيش اي حد هيتعرض لها، لان مستوى الامان في دبي هنا عالي جدا جدا جدا، يعني يكاد يصل الى 98%، مش هبالغ لو قلت لكم ممكن يصل ل 100% يعني مستوى الامان. فخلينا بس ما نعممش، لان مفيش حاجه اسمها كل البنات اللي في دبي بنات وحشه وجايه تلعب، لا، في بنات بتشتغل شغلانات زيها زي اي شغل اي شغل في مصر يعني، وفي ناس تانية اكيد جايه تعمل حاجات تانية. بس انا عايزه اقول حاجه للبنات اللي موجوده في دبي ايا كان الاغراض اللي انت موجوده بيها، سواء كنت جايه زياره، جايه تدوري على شغل، او اوريدي بتشتغلي، انت هنا بتمثلي بلدك. يعني اختاري طريقه كويسه تمثلي بيها بلدك سواء كنت في سكن او في شغل او تعامل في الشارع، لان انا من خبره شغلي او في دبي عامه والامارات الناس بتعرفك بجنسيتك قبل اسمك. يعني ممكن هو ينسى اسمك مثلا بس يفتكر انك مصري، ينسى اسمك بس يفتكر انك سوري او لبناني او فلسطيني او كده. يعني
فمثلا يعني انا في شغلتي لما حد بيجي يسال عني بيقول ذا ايجيبشن جيرل، يعني هو بس مش فاكر اسمي اساسا، بس هو فاكر ان انا مصريه. فالتمثيل اللي انا بقدمه سواء كنت بنت او ولد يعني في دبي لبلدي يا ريت اقدمه كويس واكون يعني انسان مشرف للبلد اللي انا جاي منها. لان لما بتقول ان انا مصري هنا وبدون مبالغه الناس كتير يعني عارفه يعني ايه مصر وعارفه قيمتها قد ايه. فانتوا كمان لازم تزودوا من الايمج الحلوه دي لمصر، يعني لازم المصريين هنا يبقى صورتهم احسن وتقدموا نفسكم بطريقه احسن، يعني بالذات البنات يعني حاولي تقدمي بلدك في بطريقه احسن في شغلك او سكنك او في الاماكن حتى اللي انت بتخرجي بيها، لان انت بتمثلي مصر في المكان اللي انت فيه. فبليز بليز يعني حاولي تختاري طريقه كويسه تمثلي بيها مصر، ان انت ما بتمثليش نفسك بس في اي بلد بره مصر يعني. طيب احنا خلصنا الجزء احضر نفسي ازاي، مثلا السكن امثل بلدي ازاي، سواء كنت بنت او ولد حتى لو كنت جايه زياره بليز قيمي نفسك كويس، اعرفي قدراتك كويس. وانا شايفه يعني تقييمي الشخصي بالنسبه الاكسبنسز والحاجات اللي انت بتصرفيها هنا بليز يعني حاولي تخلي المينيمم ليكي 4000 درهم كحد جاي زياره اول مره. المهارات اللي ممكن تكتسبيها لو جيتي تشتغلي في دبي يعني بيبقى في انفتاح على بيئه شغل جديده، زي ما قلت لكم جنسيات كتير، خبرتك في الحياه بتزيد، يعني نظرتك كمان للحياه بتتغير ونظرتك كمان لنفسك، لان تقييم الناس ليكي بيفرق هنا لما يكون عندك خبره كتير، لما شغلك يكون اثبتي نفسك فيه يعني. بالنسبه للبنات عامه، لان انا كبنت يعني بنقل لكم الخبره الشخصيه بتاعتي، فيعني ارائي كلها نابعه من خبرتي انا الشخصيه كبنت يعني. بس انا عايزه اقول لكم معلومه بسيطه، دبي هي بتديكي فرصه كبيره جدا جدا ان انت تنمو شخصيا يعني. ويا ريت لو انت عندك نيه بجد تيجي تشتغلي اعملي الريسيرش بتاعتك، يعني ابحثي كويس، حضري نفسك كويس للمكان اللي انت جاياه، بس ابتسمي كتير للناس وثقي فيهم بطريقه اقل، يعني ما تحطيش ثقتك في الناس كتير قوي هنا لان انت في مكان غريب. اول ما تيجي بليز يعني انا بتكلم على البنات وبتكلم على ثقتك في البنات عامه، خلي ثقتك قليله في الناس يعني، دايما حطي كل حاجه تعديها على عقلك، خلي اسلوبك كويس مع كل الناس، زي ما قلت لك مثلي مصر كويس. انا بس كل اللي قلته هو خبراتي الشخصية زي ما قلت لكم، سواء اتكلمت فيه حضرت ازاي لما جيت دبي، نبص على المواقع، نبص على قنوات على اليوتيوب زي قناة الأستاذ أدري عزت وزي قناتي طبعا اللي هو هيحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو، اعملوا سبسكرايب وتابعوني برضو. يعني الريكابينج اللي انا هقوله لكم، دوري كويس، حضري كويس من كل الاماكن المتاحه ان انت تعرفي البلد اللي انت جايه فيها، دوري على سكن قبل ما تيجي عشان تبقي عارفه انت جايه فين، خدي فكره عن الشركات اللي انت هتيجي تقدمي فيها، حضري السي في كويس، ما نكدبش في السي في يا جماعه، نعمل سي في صادق وان شاء الله هنلاقي شغل ما تقلقوش. اقيم نفسي كويس، اقيم مهاراتي كويس، يعني احسن من مهاراتي كويس، واقيم نفسي كويس وما اقبلش باي حاجه، اقبل بالمعقول اللي يناسب خبراتي، سواء انا جاي جديد او جاي من بلدي ما اعرفش حاجه، في حد ادنى خلينا متفقين عليه يعني. يعني دي كان جزء بسيط من خبرتي اولموست 4 سنين في دبي يا بنات. لو عندكم اي اسئله ممكن تقولوها الاستاذ عزت تحت الفيديو، وان شاء الله ممكن نعمل فيديو تاني مع بعض نجاوبكم على الاسئله دي، او انا هعمل فيديو اجاوبكم على الاسئله عندي كمان، وان شاء الله يكون الفيديو فاتكم باي حاجه ولو بسيطه يعني. باي باي شباب، ايه رايكم في المعلومات دي؟ انا عمري ما كنت اعرف، ولا ما اعرفش الصوت واضح ولا لا، بس انا عمري ما كنت اعرف اقول المعلومات دي يعني. انا كان ممكن اعمل فيديو زي ده بس ما كنتوش هتحسوه مني انا علشان ولد، انا بتكلم للبنات دلوقتي، لكن حبيت ان انا اجيب انسانه محترمه، يوتيوبر محترمه زي حنان، وزي ما قلت لكم ما تنسوش ان انتم تتابعوها تحت. انا اخترت حنان كمان لسبب من الاسباب، ان هي بتقدم محتوى شبيه اللي بتاعه، على فكره هي فاتحه القناه قبل مني، يعني هي الاوريجينال، انا مجرد تقليد. فما تنسوش تتابعوها تحت، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت، تابعوها وشجعوها، ان شاء الله هتعمل حاجات كتير جدا هنا في دبي. لايك مستنيها بس تشجيعكم، لقطه اللايك ده مهم جدا، وزي ما هي قالت
هي خلينا احط اللينك بتاعها بتاع القناه بتاعها تحت تهديد السلاح. فبشكركم جدا، بتشجعونا باستمرار، واعتقد ان احنا ما بنقدمش حاجه وحشه، شجعوها هي كمان، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه، وللمره المليون هي برضو بتشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.